الى حظائر التفتيش. في هذه اللحظات ايضا نرى الانطلاق على هبة الاستعداد لانطلاق الشوط الثامن فإلى عربة النقل والاخوان المعلقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وسرور. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نحييكم من الكبر ومن في ختامي الختاميات هنا الذي يقام على ميدان صحار بدعم من الاتحاد العماني لسباقات الهجن العربية الأصيلة. أسير مباشرة مع شوطنا هنا الشوط الثامن المخصص للأبكار اللقايا. الجائزة سيارة رصدت للفائز بالمركز الأول. أسماء جميلة تزين هذا الميدان، باحثة عن الناموس والانتصار، باحثة عن التحديات الجميلة، شعارات أيضا ممتازة تزين أيضا وتبحث عن الناموس والقوة. أسير مباشرة مع أصحاب الاندفاعة الأولى التي أيضا تحتل صدارة هذا الشوط لتأتي في مفنودة. زايد بن سالم لنيبي من يقدم مفنودة. الدور دور المركز الثاني اللي قادم من الجانب الآخر في هذه اللحظات الجميلة. هناك الظبي حمد بن علي بن طناف الدرعي من يقدم الظبي. الدور دور المركز الثالث، الوصول هناك أيضا من جرعة فاهم بن حمد بن سليم الجحافي. المركز الرابع صاحبة أيضا هذا التسللات السريعة اللي قادمة من الجانب الآخر، الوصول من النادرة أحمود بن محمد بن ونية الوهيبي اللي واصلة من الجانب الآخر. القدوم أيضا من كلاسة محمد بن صبيح بن محمد الوهيبي من تحمل هناك أيضا وتاتي على المدرج الأول في هذا المسار الجميل. الخمس المراكز الأولى، الخمس النجوم الأولى التي تأتي هنا على صدارة أيضا هذا الشوط. لكن يا هي أسماء، يا هي تحديات التي يشاهدها هنا في الورقة وأشاهدها أيضا في الميدان. تأتي ما بعد الخمس باحثة عن الناموس والانتصار، ولكن مفنودة في المركز المفنود في الأداء المفنود. زايد بن سالم لينيبي من يقدم مفنودة في هذا الانطلاق الجميل، باحثة عن الانطلاق الرائع. أهالي بشاير من يطالبونك بالنقطة الثانية في هذا الصباح الجميل. بعد أيضا ما تابعنا ميسور من سجل هناك أيضا النقطة، والسيارة مع بن حديد الذي دائما ما يضرب من حديد في هذا اليوم الجميل. الدور دور المركز الثاني اللي واصله هناك أيضا كلاسة محمد بن صبيح بن محمد الوهيبي من يأتي أيضا هنا ويقدم كلاسة، يذكرنا أيضا بالأسماء الجميلة الذي أيضا تحملها هذا الاسم. اسم كلاسة أشهر من نار على علم في عالم سباقات الهجن. الدور دور المركز الثاني اللي تأتي على ثاني المراكز، الوصول هناك من النادرة أحمود بن محمد بن ونية الوهيبي في الشوط النادر في شوط السيارة. الدور دور المركز الثالث اللي تأتي على ثالث المراكز هناك ويقدمها بن طناف حمد بن علي بن طناف الدرعي، يقدم أيضا أحد أسمائه الجميلة والرائعة ليقدم أيضا الظبي في هذا المسار الجميل. الدور دور المركز الرابع، الوصول أيضا من النادرة أحمود بن محمد بن ونية الوهيبي. الدور دور المركز الخامس اللي واصل في هذه اللحظات، اللي واصل هناك الظبي
سعيد بن الحزيمي بن الصغير أيضا العويسي اللي ياتي في هذا الانطلاق الجميل على خامس المراكز. ولكن أعود والعود وأحمد أعود مع الانطلاق الجميل. أريح لي شوي وركد الأعصاب شوي يا زايد يا بن سالم يا بن سعيد لنيبي من يقدم مفنوده في هذا الانطلاق الجميل. أيضا تضع فارق متميز بينها وبين بقية المراكز في هذا الاندفاع الرائع. الدور دور المركز الثاني اللي تأتي في هذه اللحظات الجميلة اللي تنطلق في هذا الانطلاق الرائع. هناك كلاسة بن صبيح اللي أيضا يتابع كلاسة محمد بن صبيح أيضا بن محمد الوهيبي أحد الأسماء الجميلة والرائعة. هناك صبيح الوهيبي أحد النجوم اللامعة هنا في أيضا سباقات الهجن. الدور دور المركز الثالث اللي قادم من الجانب الآخر اللي تأتي فيها الضبي حمد بن علي بن طناف الدرعي. والمركز الرابع اللي واصل في هذه اللحظات هناك طوع سالم سعيد بن خربوش الوهيبي. والمركز الخامس اللي قادم فيه وسام أحمد بن سعيد بن محمد الوهيبي وصل بن طويرش أحد المبدعين في هذا الصباح اليوم صاحب الأشواط الرئيسية في سن اللقاية. ليس غريب عليك يا بن طويرش ما يصح إلا الصحيح. أعود مع الانطلاق مفنودة زايد بن سالم الينيبي اللي ينطلق في هذا المسار الجميل اللي يقدم مفنودة. زايد بن سالم الينيبي يضع فارق كبير بينه وبين بقية المراكز. يا القليبي اعطيني المركز الثاني يا القليبي. كلاسة من تاتي على ثاني المراكز محمد بن صبيح بن محمد الوهيبي. المركز الثالث اللي تاتي فيه ايضا هناك اللي تاتي فيه الضبي حمد بن علي بن طناف الدرعي. والمركز الرابع اللي قادم في هذه اللحظات الوصول من وسام احمد بن سعيد بن محمد الحارثي. ولكن مفنودة التواصل المسير مفنودة زايد بن سالم الينيبي. اشرد يا اخوي اشرد كان اكتب السيارة اشرد. بدأوا الجماعة في الانطلاق الجميل وصلوا اهل الطلايب الدرع قادم لكن مفنودة والعصا مغروزة شوف لي القليبي اللي قادم الجانب الاخر على ما اعتقد شعار بن الراعي واللي قادم شعار بن الراعي ايضا هناك بن طناف حمد بن علي بن طناف الدرعي. ولكن اللي واصل من الجانب الاخر الوصول هنا من وسام احمد بن سعيد بن محمد الحارثي اللي يقدم وسام. لكن مفنودة بن طناف قادم سالم بن علي بن طناف الدرعي. يا سلام الانطلاقات الجميلة التحديات المثيرة ما بين هناك بن طناف مفنودة السيارة العراد سالم بن علي بن طناف الدرعي من يقدم هناك أيضا الشاهنية والضبي. مشكور يا بالحمدي مشكور من رافق أيضا الضبي في هذا الانطلاق الجميل والتحدي أيضا الرائع. ما شاء الله وتبارك الرحمن أيضا أداء جميل وانطلاق أيضا رائع في هذا التحدي الجميل والانطلاق أيضا الممتاز من قدمها أيضا بن طناف. قدم الضبي في هذا الاندفاع الجميل حمد بن علي بن طناف الدرعي. والتهنئة موصولة أيضا للمضمر بدر بن الحمدي أحد المبدعين. المركز الثاني كان هناك من نصيب مفنودة زايد وسالم الينيبي. الله يشهد قدمت الأداء الجميل والممتاز. شكرا للجميع شكرا أيضا للجان الإعلامية المتابعة في هذا الحدث. هكذا مشاهدينا الأعزاء استمتعنا مع شوط ممتع ومثير وشوط أيضا تنافسي رائع. تابعنا الضبي من غيرت مع الأمتار الأخيرة وقلبت الطاولة على مفنودة. لحظات وصول الضبي من أمام خط النهاية قاطع مسافة 5 كيلومترات في زمن مقداره 7 دقائق 52 ثانية 18 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لحمد بن علي بن طناف الدرعي ولسالم بن علي بن طناف الدرعي ولأهالي العراد كاف. وأسعد الله صباحكم. كذلك بدر بن حمدي المضمر المتابع في المركز
المركز الثاني وصلت مفنودة أيضا بشعار النيفي. الله يقول حق أنها قدمت عرض كبير، قطعت المسافة بزمن مقداره 7 دقائق 52 ثانية، 90 جزء من الثانية. التهاني والناموس الزايد من سالم سعيد الجنيبي ولهالي البشاير، محاولة كانت قوية للوصول إلى بر الأمان ولكن وصول الظبي لم يسعف. المركز الثالث وكان أيضا وصول رائع وممتاز من حاملة الرقم 30، قاطع المسافة في 7 دقائق 56 ثانية وفاء وتماما. تهانينا لمالك وسام حميد بن سعيد بن محمد الحارثي ولهالي القابل على هذا الحضور المشرف وانتزاعهم المركز الثالث في هذا الشوط من أشواط السيارات والشوط أيضا الملتهب.